والمخابرات التونسية كانت من أكبر الأدوات متاعها هي معناتها الملفات الجنسية. مع اللي كيفك اللي عنده ملفات جنسية، ثم اللي ما عندوش ما يستعملوش، ثم نجيب الشاب بمنصف المرزوق ما يستعملوش مع الأساليب هذه، أساليب أخرى مع أمثالك يعرفوك ضعيف قدام الجمال وفي ساعة تيح على ركيبك يا ربي أسمعني ما يشرهوش فيهم يشرهوش فيهم. معناتها بوركوا تي فو كون فام معناتها تمشي سي ماسفة ولا نجيب الشابي ولا سي مرزوق ولا مرزوق عاد منصف المرزوق هذاك لا يحب للنساء لا الشراب لا الفلوس لا اللبسة ما نعرفش علاش يحب فهمتني ولدي حتى حابين نكركروه يحب حاجة عمره ما حب يحب روحه رئيس رئيس حتى رئيس جمعية الدواجن بباجة ايوه لكنه متعفف 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 لا يحزنون متعفف كان جاي متعفف ما يعديش الفترة هذيك بالطريقة هذيك وبال راهي تجيهم الناس فرصة تاريخية باش معناتها باش يخدم البلد يشد يضيعها والكلهم نقولها لهم ضيعها منصف المرزوقي تو ثم الناس اللي تذكروا كان بالشر وتدعي عليه تدعي عليه كان بالشر ثم واحد وشفت في اخر مره قديش جاب الفضيحه معناتها وعلاش يقدم في روح علاش تكرهوا لا كان صاحبك كن ورفيقك وصديقك في النضال كنت ساعه قبل كل شيء انا ندافع عليه ندافع عليه لانه ما تعرفك الكتله بعد ثبيته اكثر من بن علي انت منصف المرزوقي قلت فيه اللي ما قلتوش في بن علي وصلت للتجريح والتشويه قلت والاهانه تتعمد اهانته برفوا في كتاباتك ايش تحب نعمل وفي كلامك علاش لانه ما تعرف كره الصديق والحبيب اكثر من كره العدو فهمتني الراجل هذا كنا معناتها متقاسمين بعد نجو نلقوه يدين في اليدين مع النهضه فهمتني وما تواليها معناتها يا اخي هو مشى للقصر معناتها هديه من راشد الغنوشي ليه كيفاش كان ينجم